اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخالق لا بمعنى حركة ونصب والسميع لا بأداة والبصير لا بتفريق آله والشاهد لا بمماسة والبائن لا بتراخي مسافه والظاهر لا برؤيه والباطن لا بلطافه بان من الاشياء بالقهر لها والقدره عليها وبانت الاشياء منه بالخضوع له والرجوع اليه سبحانك يا لا اله الا انت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا من اظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا لا اله الا انت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة الخامسة والثلاثين الجهة السابعة وانتهينا من الأمر الخامس ابن العلقمي الشيعي وأبناء العلاقم التيمية وذكرنا الأمر السادس روزخونيات التيمية ومجالسهم الحسينية وأبدأ الكلام والمجلس بمقتبس من رسالة الذهبي إلى ابن تيمية حيث قال له والله في القلوب شكوك ان سلم لك ايمانك بالشهادتين فانت سعيد حتى الشهاده غير مقبوله غير سليمه من ابن تيميه هذا الذي يقول هو استاذ من اساتذه التيميه والمنهج التيمي امام من ائمه التيميه والمنهج التيمي هذا الطالب الملازم المجد المتميز عند ابن تيميه هو الذي يشك في ايمان ابن تيميه، يشك في اسلام ابن تيميه، يشك في صحه شهاده ابن تيميه، يقول له انت حتى الشهاده لا تقبل منك، والله في القلوب شكوك ان سلم لك ايمانك بالشهادتين فانت سعيد يا خيبه من اتبعك فانه معرض للزندقه والانحلال يا ايها الزنادقه تقتلون الناس بعنوان الزندقه وانتم زنادقه هذا هذا هذه الزندقه وهذا الاقرار وهذا الاعتراف وهذا التصريح وهذه الحقيقه بزندقيتكم من امامكم من الذهبي يا خيبه من اتبعك فانه معرض للزندقه والانحلال ولا سيما اذا كان قليل العلم والدين باطوليا شهوانيا فهل معظم أتباعك إلا قعيد مربوط خفيف العقل أو عامي كذاب بليد الذهن أو غريب واجم قوي المكر أو ناشف صالح عديم الفهم فإن لم تصدقني ففتشهم وزنهم بالعدل وإن لم يصدقني أحد فليفتش التيمية وليزنهم بالعدل وسيجد حقيقة ما قاله الذهبي عنهم إذن الأمر السادس روزخونيات التيمية ومجالسهم الحسينية لا تستغرب من العنوان فإنه واقع حال وكما هو معتاد وقد مر علينا كثيرا وصار أمرا يقينيا أن التيمية يكفرون الناس ويقتلونهم بناء على تهمه وافتراء نجد التيميه وائمتهم انفسهم يفعلونها بابشع صورها كما في رفع شعار التوحيد واذا بهم يجسدون الاشراك بافحش وابشع صوره وباخس وافحش صوره وابشع صورها وبما يفوق التصور حتى جعلوا من الله مليارات الارباب المتجسده في صور والمتجسده في اجسام مختلفه ونجد كتبهم وخطبهم ومجالس حديثهم الخاصة والعامة ممتلئة ومكتظة بذكر الأموات وإحياء سيرتهم وتمجيد وتزويق صورة من يشاءون منهم وبمدحهم والترحم عليهم فيما نجدهم يأفكون غيرهم ويفترون عليهم ويسبونهم ويطعنون بهم ويلعنونهم ولا تستغرب لو وجدتهم ينهون مجالسهم بذكر مصيبه الحسين عليه السلام حسب ما يخدم مجالسهم الشيطانيه المكفره الارهابيه القاتله ونكتفي بذكر نموذج واحد من مجالسهم وروزخونياتهم عن امامهم ابن كثير ففي البدايه والنهايه الجزء الثالث عشر من صفحه 233 الى صفحه 250 وهو يتحدث عن اسلافه عن ائمته عن قادته عن أمرائه عن زعمائه عن رموزه عن مصيبته عن مصائبهم يقول ثم دخل السنة ستة وخمسين وستمائة سنة ستمائة وستة هجري فيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة وانقذت دولة بني العباس منها استهلت هذه السنه وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبه الاميرين اللذين على مقدمه عساكر سلطان التتار هولاكو خان لاحظ انا الان اقرا هذا حتى اريد ان اصل الصوره اليكم ما هو الفرق بين ابن كثير هنا وابن تيميه في غير هذا المقام وامه التيميه في كل المقامات يذكرون قصص وخرافات وخزعبلات وأساطير عن أئمتهم عن أصحابهم كما يرون هنا عدد المقاتلين والغدر والخيانة والمظلومية وحجم الجريمة وعدد القتلى والتحرك والمبيت والأموال والأعداء ما هو الفرق بين هذا ومن وبين من يتحدث عن مصيبة الحسين عليه الصلاة والسلام وتحرك الحسين عليه الصلاة والسلام ومقتل الحسين وآل الحسين عليهم الصلاة والسلام ما هو الفرق بين هذا وذاك يتحدث عن مظلوم مظالم كما انت تتحدث عن مظلوم مظالم حسب اعتقادك، لماذا تكفر هذا ولا تكفر نفسك؟ هذه كتبكم، هذه مجالسكم تمتلئ بهذه المجالس، فلماذا تبيحون هذا وتسمحون هذا وتجيزون هذا لانفسكم وتمنعون هذا عن الشيعه، عن الروافض، عن الصوفيه، عن باقي المسلمين؟ يقول استهلت هذه السنه وجنود التتار قد نازلت بغداد صحبه الاميرين اللذين على مقدمه عساكر سلطان التتار هولاكو خان كما تحرك جيش الكوفه، جيش ابن زياد، جيش يزيد، جيش عمر بن سعد نحو الحسين وال الحسين واصحاب الحسين، وجاءت اليهم امداد صاحب الموصل يساعدونهم على البغادده وميرته وهداياه وتحفه. جاءتهم أمداد صاحب الموصل وجاءتهم ميرة صاحب الموصل وهدايا صاحب الموصل وتحف صاحب الموصل وكل ذلك خوفا على نفسه من التتار ومصانعة لهم قبحهم الله تعالى نعم قبحهم الله وقبح الله لؤلؤ وقبل وقبح الله كل من غلس عن خيانة لؤلؤ وعمالته من أئمة مارقة وتيمية يقول وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب لاحظ هنا نقول طبعا مع مع الفرق لكن نقول كما تقول هنا هنا نقول احاط جيش ابن سعد جيش يزيد جيش عبيد الله بن زياد بمخيم الحسين سلام الله عليه هناك ناس مؤمنون ناس متقون أبناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرجوا للإصلاح وهنا هناك أحاط بجيش بعائلة بمجموعة بزمرة فاسقة مشغولة بالرقص والغناء والخمور والفجور تسمحون لأنفسكم أن تتحدثوا عن حصار هذه المجموعة الفاسقة المارقة ولا تسمحون للشيعة بالحديث عن مصيبة الحسين عليه الصلاة والسلام وبالجيش الذي أحاط بمخيم الحسين عليه الصلاة والسلام واحاطت التتار بدار الخلافه يرشقونها بالنبال من كل جانب حتى اصيبت جاريه كانت تلعب بين يدي الخليفه وتضحكه وكانت مولده تسمى عرفه جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها وهي ترقص بين يدي الخليفه ومصيبته يندب الجاريه والراقصه حال اللعب والرقص واللهو والمجون ويكفر من يندب ال الرسول صلى الله عليه واله وسلم المظلومين رمز الصدق والايمان والتقوى والعفه والشرف ويكفر من يندب الطفل الرضيع الذي قتل بين يدي الحسين سلام الله عليه وهنا يبكي الجاريه ويتاسف على الراقصه هؤلاء هم ائمه الدواعش هؤلاء هم ائمه المارقه هؤلاء هم أئمة التكفير هؤلاء هم المدلسة هؤلاء هم أعداء النبي وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانزعج الخليفة أي نفاق هم فيه أي نفاق هم فيه يقول فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شديدا فأمر الخليفة عند ذلك بزيادة الاحتراز وكثرة الستائر على دار الخلافة وكان قدوم هولاكو خان بجنوده كلها وكانوا نحو مئتي ألف مقاتل إلى بغداد في ثاني عشر المحرم من هذه السنة قالوا كانوا مئة ألف كانوا أكثر من مئة ألف وهو رفع العدد إلى مئتي ألف ما هو الفرق بين هذا وبين الروزخونية الروزخونية أيضا يقولون كان الجيش أيضا يتحدثون عن الجيش الذي خرج لمقاتلة الإمام الحسين أربعة آلاف عشرة آلاف كان عبارة عن عشرين ألف عباره عن ثلاثين الف عباره عن اربعين الف قالوا سبعين الف كما انت الان تزيد ب العدد وتكثر العدد وتضاعف العدد يا ابن كثير ويا ابن تيمية ما هو الفرق هذه روزخونية وهذه روزخونية يقول وكانوا نحو 200 ألف مقاتل إلى بغداد في ثاني عشر المحرم من هذه السنة أقول الآن السؤال هنا أقول من أين حصل على عددهم وكيف أحصاهم لاحظ إذا كان على نهج الروزخونية فلا كلام لنا معه هذه روزخونيات التيمية اما هو الذي يتحدث عن صحه حديث ودقه حديث ومصداقيه حديث ومصداقيه راوي وروايه ومسلم والبخاري وتبين لنا بانه ياتي بقصص العجائز من هنا ومن هناك من خرافات المنامات والشاب الامرد والرب الكلب والخنزير والصليب وغير هذه من الارباب اقول من اين حصل على عددهم وكيف احصاهم وكيف يحلل لنفسه التدليس والكذب أو, او المبالغه للتاثير في افكار ومشاعر الناس في الوقت الذي يرفض ويمنع ذلك في عديد جيش يزيد قاتل الحسين عليه السلام ويستنكر ويستخف بل ويكفر من يتحدث عن جيش يزيد في الكوفة وعديدهم بإثنى عشر ألف أو عشرين ألف أو ثلاثين ألف أو سبعين ألف أو عدد قريب من ذلك ووصل بغداد بجنوده يكمل ابن كثير يقول ووصل بغداد بجنوده الكثيرة الكافر الفاجرة الظالمة الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر لاحظ سب وطعن ولعن بالرغم من كون الكثير من جنوده كانوا مسلمين بالرغم من كون الكثير من جنود هولاكو كانوا مسلمين وجلهم او اكثرهم قد اسلموا بعد ذلك عندما اقول كانوا مسلمين من اهل السنه اقصد المسلمين من اهل السنه وجلهم او اكثرهم قد اسلموا بعد ذلك بينما ياخذ على المسلمين لعنهم قتله الحسين ابن بنت النبي وسبط الرسول الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم يكمل ابن كثير فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية وجيوش بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة لا يبلغون عشرة آلاف فارس أقول وآل رسول الله والحسين وأصحاب الحسين عليه السلام إن تجاوزوا المئة فبقليل إن تجاوزوا المئة شخص فبقليل وهم أي العشرة آلاف وبقية الجيش كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد وأقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يملكون حتى الماء وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقمي الرافضي أقول وكل ما وقع في كربلاء عن آراء وأوامر يزيد الناصبية الماجن، وذلك أنه لما كان في السنة الماضية في سنة 655 هجري، كان بين يدي أهل السنة والرافضة حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ، من الذي نهبها؟ نهبها التيمية، من في أهل الكرخ؟ الشيعة، يقول في سنة 655 هجري، كان بين أهل السنة والرافضة حرب عظيمة نهبت فيها الكرخ ومحلة الرافضه حتى نهبت دور قرابات الوزير اقول كما نهبت خيم ال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في كربلاء وكما سلبت ونهبت بيوتات الصحابه في مدينه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهذا السلب والنهب ليس بغريب ليس بحاله نادره ليس بحاله طارئه هذا هو نهج هذه هي السنه هذا تكليف هذا وجوب شاهدنا هذا وتيقنا هذا وقرأنا عن هذا وصدقنا هذا كله حصل في دولة الصلاحية المقدسة وفي الدولة العباسية قرية تهجم على قرية مملكة تهجم على مملكة حاكم يهجم على حاكم يستب ويستب وينهب ويحول الناس الأحرار المسلمين إلى عبيد وإلى إماء يقولون من أين يأتي الدواعش بهذا التكفير وبهذا الإجرام هذا هو الإجرام هذا هو أصل الإجرام يقول فاشتد حنقه على ذلك فكان هذا مما أهاجه على أن دبر على الاسلام وأهله ما وقع من الامر الفظيع الذي لم يؤرخ أبشع منه منذ بنيه بغداد وإلى هذه الأوقات أقول وجريمه كربلاء لم يؤرخ أبشع منها منذ بدء منذ بدء الخليقه بأن تقتل مارقه الامه ابن بنت نبيها وال بيت نبيها سلام الله عليهم وصلواته عليهم باسم الدين الذي جاء به نبيها صلى الله عليه واله وسلم وبابشع صور القتل والتنكيل والاسر حتى للنساء والاطفال ومن هنا اقول وبكل تأكيد فإن ابن تيمية هو القاتل المحترف السادي المرتكب لمجزرة كربلاء البشعة ولهذا نجده قد جعل يزيد من الأئمة الاثني عشر الخلفاء الذين تنبأ بهم وأوصى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل يزيد من هؤلاء ويزيد هو الذي قتل الحسين وآل الحسين سلام الله عليهم فتفاعلوه وتعاطفوه ودفاعه وتقييمه ومغالاته بيزيد لا تقارن بفعل ابن, ابن العلقمي مع هلاكو، فصار ابن العلقمي مع هلاكو، وفي صنف هلاكو، والعن من هلاكو، فابن تيميه العن من يزيد، وائمه التلميه العن من يزيد، واقبح من يزيد، وابشع من يزيد. يكمل يقول: ولهذا كان اول من برز الى التتار هو فخرج باهله واصحابه وخدمه وحشمه فاجتمع بالسلطان هولاك وخان لعنه الله، هنا روزخونيه تيميه لانها اكذوبه واضحه لا اساس لها وسنطلع على بعض تفصيلها بعون الله تعالى، فاحتاج الخليفه الى ان خرج في سبعمائة راكب من القضاه والفقهاء والصوفيه ورؤوس الامراء والدوله والاعيان وانزل الباقون عن مراكبهم ونهبت وقتلوا عن اخرهم اقول وقد سبقهم يزيد بالجريمه فيما فعله في عيال الحسين وال بيت النبي صلى الله عليه واله وسلم في كربلاء وما فعله في اهل المدينه وصحابه النبي وعيالهم من المهاجرين والانصار في مدينه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واحضر الخليفه بين يديه هولاكو فساله عن اشياء كثيره فيقال انه اضطرب كلام الخليفه من هول ما راى من الاهانه والجبروت. لاحظ انا اريد ان اذكر بالروزخونيات، اذكر بالمجالس الحسينيه، اذكر بالروزخونيات الشيعه وروزخونيات التيميه، نوع من المقارنه والباقي يعني عليكم وعلى من يريد ان يبحث ويؤسس لهذا الخط من البحث. اقول كما احضرت زينب عليه السلام بين يدي يزيد القاتل لكنها لم تضطرب ولم تهتز لما رات من اهانه وجبروت ولما رات من اهانه وجبروت لم تهتز ولم تضطرب لما رات من اهانه وجبروت ولما رات من اهانه وجبروت وتحدثت بلسان عربي فصيح بليغ والزمتهم الحجه سلام الله عليها وعلى جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين على هولاكو لا يصالح الخليفة أقول هنا يخجل ابن كثير أن يذكر أحدا من المنافقين غير الرافضة لاحظ قال وقد أشار أولئك الملأ من الرافضة وغيرهم من المنافقين لاحظ يخجل يعرف من كان الذي يوسوس في ذهن الخليفة و. في ذهن هولاكا وراس هولاكا وقاده هولاكا وقاده التتار وفي ذهن الخليفه وذهن القاده المارقه المماليك المسيطرين على مقاليد الحكم والسلطه في بغداد. يخجل ابن كثير ان يذكر احدا من المنافقين غير الرافضه لان هؤلاء هم ائمته الذي اشار اليهم ابن الاثير في الكامل الذين عملهم وشغلهم الشاغل هو التجسس. والنفاق عند الخليفه والامراء للوقيعه بالناس والنفاق والوقيعه حتى برفاقهم التكفيريين المدلسين، يقول وحسنوا له قتل الخليفه فلما عاد الخليفه الى السلطان هولاكو امر بقتله ويقال ان الذي اشار بقتله الوزير ابن العلقمي والمولى نصير الدين الطوسي ويقال ويقال ويقال, ويقال على نهج الروزخونيه لاثاره عواطف القارئ والمتلقي لقد اجاد أمة التيميه الروزخونيات فلما قدم هولاكو وتهيب من قتل الخليفه هون عليه الوزير ذلك فقتلوه رفسا وهو في جوالق لئلا يقع على الارض شيء من دمه خافوا ان يؤخذ بثاره فيما قيل لهم وقيل بل خنق ويقال بل اغرق اقول كما داست ورضت حوافر الخيل جسد سبط النبي وابن بنته وابن بنته صلوات الله وسلامه على الحسين وامه فاطمه وجده الرسول الامين سلام الله عليهم اجمعين فباءوا باثمه واثم من كان معه من سادات العلماء والقضاه والاكابر والرؤساء والامراء واولي والعقد ببلاده فباء يزيد وأمة التيمية بإثم قتل الحسين بإثم قتل الحسين وآل بيت جده النبي وأصحابه عليهم الصلاة والسلام ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان وكان الجماعه من الناس يجتمعون الى الخانات ويغلقون عليهم الابواب فتفتحها التتار اما بالكسر واما بالنار ثم يدخلون عليهم فيهربون منهم الى اعالي الامكنه فيقتلونهم بالاسطحاء حتى تجري الميازيب من الدماء في الازقه فانا لله وانا اليه راجعون وكما حصل في مجزره كربلاء وكما وقع على اهل الكرخ الشيعه في بغداد على ايدي ابن الجوزي وفتاواه الإرهابية القاتلة وأوباشه المارقة فإنا لله وإنا إليه راجعون وكان الوزير ابن العلقمي قبل هذه الحادثة يجتهد في صرف الجيوش وإسقاط اسمهم من الديوان ثم كاتب التتار وأطمعهم في أخذ البلاد وسهل عليهم ذلك وحكى لهم حقيقة الحال أقول هذه من افتراءات وروزخونيات أمة التيمية والله غالب على امره وقد رد كيده في نحره، وقد رد كيده في نحره واذله بعد العزه القعساء وجعله حوشكاشا للتتار بعدما كان وزيرا للخلفاء واكتسب اثم من قتل ببغداد من الرجال والنساء والاطفال فالحكم لله العلي الكبير رب الارض والسماء والله غالب على امره وقد رد كيد يزيد في نحره وأذله في الدنيا والآخرة وأخزاه في الدنيا والآخرة ولعنه في الدنيا والآخرة فالحكم لله العلي الكبير رب الأرض والسماء وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة فقيل ثمانمائة ألف وقيل ألف وثمانمائة ألف وقيل بلغت القتلى ألفي ألف نفس فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكان قتل الخليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء رابع عشر صفر وعفي قبره وقتل معه ولده الأكبر أبو العباس أحمد وله خمس وعشرون سنة ثم قتل ولده الأوسط أبو الفضل عبد الرحمن وله ثلاث وعشرون سنة وأسر ولده الأصغر مبارك وأسرة أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم أقول فأين تذهبون من قتلكم الحسين وأولاد الحسين والرضيع ابن الحسين وأين أنتم من سبي نساء الحسين وعياله بنات وأولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسر من دار الخلافة من الأبكار ما يقارب ألف بكر فيما قيل والله أعلم فإنا لله وإنا إليه راجعون ولسائل أن يسأل كيف عرف ابن كثير العدد قال ألف بكر كيف عرف العدد وكيف حصل التفريق بين الأبكار وغيرهن إنه لاكو لم يقتل الخليفة متسرعا وعاجلا بمجرد إلقاء القبض عليه بل أبقاه لأيام حتى استنفذ منه كل ما يريد واذله اقصى اذلال وتنكيل ومما طلب منه ان يخبره الخليفه ان يخبره الخليفه واولاده عن كل الجواري اللاتي باشروهن فتم التشخيص والعزل فتم التشخيص والعزل وكانهم في بيوت بغاء أو بهائم غارقة بالجنس لعنهم الله ولعن الأئمة المأرقة التي شرعت لهم هذا الفعل وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محي الدين يوسف بن الشيخ ابن الفرج ابن الجوزي هذا هو المفتي العام هذا هو رئيس الأوقاف ووزير الأوقاف ورئيس الوقف التيمي يقول وكان عدو عدو الوزير هذا يقول الجوزي لاحظ هنا هن هذه المشكلة هنا هنا العقدة هذا ابن الجوزي يقول كان عدو الوزير وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محي الدين يوسف ابن الشيخ بن أبي الفرج ابن الجوزي وكان عدو الوزير وقتل أولاده الثلاثة أولاد ابن الجوزي الثلاثة قتلوا وقتل أولاده الثلاثة عبد الله وعبد الرحمن وعبد الكريم وأكابر الدولة واحدا بعد واحد منهم الدويدار الصغير مجاهد الدين أيبك وشهاب الدين سليمان شاه وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافه من بني العباس فيخرج باولاده ونسائه فيذهب به الى مقبره الخلال تجاه المنظره فيذبح كما تذبح الشات ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه وقتل شيخ الشيوخ مؤدب الخليفه صدر الدين علي بن النيار وقتل الخطباء والائمه وحمله القران. اقول وليست جريمه يزيد ببعيده عن الذاكره باباحه مدينه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاوباشه من اتباع المنهج التيمي التكفيري فقتلوا مئات القراء. والآلاف من الصحابة وآلاف الصحابة وانتهكوا أعراضهم حتى حملت آلاف النساء بسبب اغتصابهم من أتباع التيمية التكفيريين فليست هذه الجريمة ببعيدة عن الذاكرة وليست ببعيدة عن المنهج التكفيري التيمي فقد كان يرافق هلاك من التيمية من التكفيريين فهم من يشرع لهلاكه هذا الأمر كما شرعن له فعل القبائح بالإسماعيلية وباقي المسلمين من الخوارزميين ومن المواطنين والمسلمين في تلك البلاد في بلاد فارس وفي بلاد الترك وباقي بلاد المسلمين إذن معه المفتي التيمي دائما وعلى نهج ما فعلوا في عصر الأمويين وفي زمن يزيد وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه الله ولعنه كما قبح الله يزيد واتباع يزيد يقولون الشيعه يلعنون الشيعه يعقدون المجالس الشيعه يكررون الكلام عن جريمه وقعت عبر التاريخ وانتم ماذا تفعلون هذه كتبكم وهذا تراثكم وهذه حقيقتكم وهذه تدليساتكم وهذه اكاذيبكم وهذه افتراءاتكم وهذه خزعبلاتكم وأراد الوزير ابن العلقمي (قبحه الله ولعنه) أن يعطل المساجد والمدارس والربط ببغداد ويستمر بالمشاهد ومحال الرفض، أقول: "روزخونية تيمية فمساجد وحسينيات ومشاهد الشيعة" تعرضت لنفس السلب والنهب والتخريب والدمار الذي تعرضت له باقي مساجد وتكيات ومشاهد المسلمين، فحتى مشهد الإمامين الكاظمين عليهما السلام لم يسلم كما لم يسلم مرقد أبي حنيفة رضي الله عنه، فإذا عجز ابن العلقمي أصلاً عن حماية أعراض الشيعة ومساجدهم ومراقد أئمتهم، فهل تبقى خرافات ابن تيمية ومنهجه صامدة أمام الواقع والحقيقة؟ وأراد الوزير ابن العلقمي قبحه الله ولعنه أن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعلمهم بها وعليها فلم يقدره الله تعالى على ذلك بل ازال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور يسيره من هذه الحادثه واتبعه بولده فاجتمع والله اعلم بالدرك الاسفل من النار. اقول بقي ابن العلقمي عده اشهر في وزاره هولاكو واتبعه ابنه في الوزاره. فما هو المانع في بناء مدرسة هائلة للشيعة خلال هذه الأشهر ولو بحفر وإنشاء أساساتها؟ ويا ترى هل كان يحتاج إلى إذن من هولاكو؟ وهل اطلع ابن تيمية على الطلب الذي قدمه ابن العلقمي وكذا الطوسي لهولاكو؟ وهل اطلع على تهميش هولاكو وتوقيع هولاكو عليه بالرفض؟ ويا ترى هل رفضه لا كذلك لانه صار تيميا مكفرا من جماعه الشاب الامرد وارهابه فتم رفض طلب ابن العلقمي والطوسي؟ اسئله لابن تيميه عليه ان يجيب عليها. والقتلى في الطرقات كانها التلول وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وانتنت من جيفهم البلد وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرع في الهواء إلى بلاد الشام فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح أنه أصاب الناس في هذه السنة بالشام وباء شديد وذكروا أن سبب ذلك من فساد الهواء والجو فسد من كثرة القتلى ببلاد العراق وانتشر حتى تعدى إلى بلاد الشام روز خونيات كيميائية نووية تيمية فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون فإنا لله وإنا إليه راجعون واجتمعوا تحت الثرى بأمر الذي يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وفوض هولاكو امر بغداد الى الامير علي بهادر فوض اليه الشحنكيه بها والى الوزير ابن العلقمي فلم يمهله الله ولا اهمله بل اخذه اخذ عزيز مقتدر كان شيعيا جلدا رافضيا خبيثا فمات جهدا وغما وحزنا وندما الى حيث القت رحلها ام قشعم فولي بعده الوزاره ولده عز الدين بن الفضل محمد فلحقه الله بابيه في بقيه هذا العام ولله الحمد والمنه. لاحظ كم هو سعيد وفرحان بمقتل وبموت ابن العلقمي وابن ابن العلقمي ويقول لماذا تفرحون بمقتل يزيد؟ لماذا تفرحون بانتقام الله من يزيد قاتل الحسين عليه الصلاه والسلام. وممن توفي في هذه السنه من الاعيان خليفه الوقت المستعصم بالله امير المؤمنين. آخر خلفاء بن العباس بالعراق رحمه الله فيكون عمره يوم قتله 47 سنة رحمه الله تعالى لاحظ أنا أذكر هذه حتى وأنت عليك أن تقارن يعني هذا نفس الكلام الذي يأتي به الشيعة في مجالسهم في خطاباتهم في مواعظهم في كتبهم في حديثهم نفس الكلام هم يتحدثون عن الفسقة عن الفجرة عن المارقة عن القتلة، عن الارهابيين، عن المدلسين، عن المارقين، نحن نتحدث عن ائمة التوحيد، عن ائمة اهل البيت، عن الائمة الحقيقيين، عن الاصفياء، عن الاتقياء، عن الاخيار، عن ابناء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، هذا هو الفرق بيننا وبينهم. لكن النهج نفس النهج، والمجالس نفس المجالس، والروزخونيات نفس الروزخونيات، فأنا عندما اذكر هذه انت عندك في المقابل ما يذكر في مجالس أهل البيت سلام الله عليهم وما يذكره الروزخونية من الشيعة يقول ومن توفى في هذه السنة من أعيان خليفة الوقت المستعصم بالله أمير المؤمنين آخر خلفاء بن العباس بالعراق رحمه الله فيكون عمره يوم قتل وأربعين سنة رحمه الله تعالى وقد كان حسن الصورة جيد السريرة صحيح العقيدة مقتديا بأبيه المستنصر في المعدلة وكثرة الصدقات وإكرام العلماء والعباد ولكن كان فيه في الخليفة لين وعدم تيقظ ومحبة للمال وجمعه وقتله التتار مظلوما مضطهدا وأويلا قتل الخليفة الراقص المطرب المغني الماجن قتل مظلوما مضطهدا وكانت مدة خلافته خمسة عشر سنة وثمانية أشهر وأياما فرحمه الله وأكرم مثواه وبل بالرأفة ثراه وقد قتل بعده ولداه وأسر الثالث مع بنات ثلاث من صلبه فكان آخر الخلفاء من بني العباس الحاكمين بالعدل بين الناس فكان آخر الخلفاء من, من بني العباس الحاكمين بالعدل بين الناس أقول ولا ننسى إشاعة الرقص والغناء والخمور والبغاء والفاحشة بين الناس وسرعان ما سيناقض نفسه ابن تيمية، ابن كثير، المنهج التيمي، سرعان ما سيناقض نفسه وينكشف تدليسه حتى لم يبقى مع الخليفة منهم إلا بغداد وبعض بلاد العراق وذلك لضعف خلافتهم واشتغالهم بالشهوات وجمع الأموال في أكثر الأوقات كما ذكر ذلك مبسوطا في الحوادث والوفيات أقول روزخونيات تيمية تناقض نفسها وممن قتل مع الخليفة واقف الجوزية بدمشق أستاذ دار الخلافة محي الدين يوسف بن الشيخ جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي ونشأ شابا حسنا وحين توفي ابوه وعظ في موضعه فاحسن واجاد وافاد ثم لم يزل متقدما في مناصب الدنيا ثم لم يزل متقدما في مناصب الدنيا هؤلاء هم التيميه يبحثون عن مناصب الدنيا فولي حسبه بغداد وولي استاذ دار الخلافه وكان رسولا للملوك من بني ايوب وغيرهم من جهه الخلفاء اقول لماذا قال وغيرهم فهل يخجل منهج التيميه ان يذكر هؤلاء وسلاطين وامراء التتار ممن كان يراسلهم ويتودد اليهم الخليفه ويعلن الولاء والاطاعه والانقياد لهم ويرسل لهم الهدايا والاموال التي يغتصبها من الناس وكان ابن الجوزي مرسال الخليفه بها الى هولاكو كما يدعي ابن كثير نفسه قال وكان رسولا للملوك من جهه الخلفاء وكما ذكرنا عن التيمية أن الخليفة كان يرسل الأموال والهدايا إلى هلاك بيد ابن الجوزي وانتصب ابنه عبد الرحمن مكانه للحسبة والوعظ ثم كانت الحسبة تتنقل في بنيه الثلاثة عبد الرحمن وعبد الله وعبد الكريم لاحظ على الأموال كل الصراع من أجل الأموال هذا هو منهج التيمية أموال في أموال ليس عندهم شيء وقد قتلوا معه في هذه السنة رحمهم الله أقول الحسبة 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 من هنا نرى داعش المارقة يؤكدون على الحسبة والحسبة والحسبة فلهم أساس تيمي متجذر وملازم للإرهاب والتكفير وقد ذكر له ابن الساعي أشعارا حسنة يهنئ بها الخليفة في المواسم والأعياد تدل على فضيلة وفصاحة وقد وقف الجوزية بدمشق وهي من أحسن المدارس تقبل الله منه أقول ويكذبون في ادعائهم أنهم لا يمدحون السلاطين ولا غيرهم فتبين أنهم معاص سلاطين ومداحون وروزخونية أصليون وبامتياز خط ونخلة وفسفورة وفق جهاز فحص التدليس والنفاق. لاحظ براعه التدليس عندما يبرر شعره ومديحه وتزلفه وتملقه وانقياده للسلطه والمال فيبرر او يشوش على الاذهان كي لا تلتفت الى تزلفهم ونفاقهم فيقول تدل على فضيله وفصاحه. اقول لا بل تدل على نفاقه وتزلفه للسلطه والمال. يكمل المجلس ابن كثير يقول الصرصري المادح رحمه الله الفاضل المادح الحنبلي الضرير البغدادي معظم شعره في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم. معظم شعره في مدح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اذا وباقي الشعرين في مدح خلفاء واصحاب الاموال والرموز لم يذكر هذا لكن لاحظ هذه تدليس يذكر هذا وهذه تجري على على القارئ على الساذج على الغبي على التيمي دائما تجري في كل الاحوال لكن التفت جيدا هو هنا يقول معظم شعره اذا باقي الشعر اين فمن يقرا يلتفت انه هذا وشاعر في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا كذب هو لم يختص بهذا حتى لو صدر منه هذا هو ايضا مدح غير النبي مدح الاشخاص، مدح الرموز، مدح الخل... مدح الخلفاء مدح الراقصين، مدح الفسقه مدح الظالمين، مدح السراق، مدح الخونه اقول وباقي شعره اين والى اين؟ ويقال انه كان يحفظ صحاح الجوهري بتمامه في اللغه اقول روزخونيه تيميه واما مدائحه في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيقال إنها تبلغ عشرين مجلدا فيقال فيقال إنها تبلغ بالون روزخوني تيمي جديد فيقال أنها هذه هي بالونات التيمية لاحظ هذه روزخونية تيمية هذا سؤال أقول هذا عندما مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقول وهل كتب كل هذا المديح للغوي واللهوي او لكي ينقعه ويشرب ماءه او للتنقيع والشرب للشفاء او لشيء اخر فاذا لماذا تكفرون الصوفيه بما ياتون من مدائح نبويه هنا هذا هو قصد الكلام الآن سلمنا معكم أنه يبنح يمدح النبي وكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الكتابة وهذا المديح لأي شيء لماذا كتب هذا؟ للغو واللهو لكي ينقعه ويشرب ماءه أو للتنقيع والشرب للشفاء أو لشيء آخر فإذا أقول لماذا تكفرون الصوفية بما يأتون من مدائح نبوية؟ وما اشتهر عنه أنه مدح أحدا من المخلوقين من بني آدم إلا الأنبياء أيضا لاحظ هذا تدليس اخر وما اشتهر عنه انه مدح احدا من المخلوقين وما اشتهر عنه انه مدح احدا من المخلوقين من بني ادم الا الانبياء هذا تدليس اخر هنا اقول هذا الذي اشتهر عنه فماذا عن غير الشهره فماذا عن مدحه لغير الأنبياء الذي لم يشتهر عنه أي الذي عرف عنه ولكنه لم يشتهر عنه فهل يخجل ابن كثير من مدح غير الأنبياء فماذا يقول عن ابن الجوزي الذي امتدح الخليفة أو عندهم الخليفة نبي فيدخل ضمن عنوان مدح الأنبياء وهل في مدح البشر عيب أو حرمة وما الفرق بين مدح البشر الأنبياء والبشر غير الأنبياء أسئلة للتيمية للمدلسة والاحتجاج عليهم ولما دخل التتار إلى بغداد دعي إلى ذارئها كرمون بن هلاكو فأبى يجيب إليه ولما دخل التتار إلى بغداد دعي من دعي دعي صرصري وأويلاه على الشيعة وأويلاه على الصوفية لو تحدثوا عن أحد رموزهم عن أحد أمتهم بهذا الكلام وبهذه الخرافات وبهذه الخزعبلات ماذا سيفعل بهم التيمية يقول ولما دخل التتار إلى بغداد دعي الصرصري إلى دارئها كرمون بن هولاكو فأبى أن يجيب إليه فأبى الصرصري أن يجيب فلم يذهب وأعد في داره حجارة فحين دخل عليه التتار رماهم بتلك الأحجار لاحظ فحين دخل عليه التتار رماهم بتلك الأحجار فهشم منهم جماعة ما ويلاه فهشم منهم جماعة فلما خلصوا إليه قتل بعكازه أحدهم ثم قتلوه شهيدا رحمه الله تعالى رب زخونيات تيمية فكم كانت مساحة داره وهل وضع سواتر ترابية حتى يختبئ خلفها وهو يرميهم بالحجارة وهل عكازه كان مجهزا بأشعة ليزرية فرماهم بشعاع الليزري أو كان عكازا كهربائيا فصعقهم به خرافات أفلام كارتونية سندبادية بحرية الوزير ابن العلقم الرافضي قبحه الله الوزير مؤيد الدين أبو طالب بن العلقمي صار وزير المستعصم وزير سوء على نفسه وعلى الخليفة وعلى المسلمين وكان رافضيا خبيثا رجي الطوية على الإسلام وأهله ما لقى على الإسلام وأهله الكفار هولاكو خان حتى فعل ما فعل بالإسلام وأهله ثم حصل له بعد ذلك من الإهانة والذل على أيدي التتار الذين مالأهم وزال عنه ستر الله وذاق الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشد وأبقى وانقطع في داره إلى أن مات كمدا إلى أن مات كمدا وغبينة وضيقة وضيقة وقلة وذلة ودفن في قبور الروافض وقد سمع بأذنيه ورأى بعينيه من الإهانة من التتار والمسلمين ما لا يحد ولا يوصف وتولى بعده ولده الخبيث الوزارة ثم أخذ الله ثم أخذه الله أخذ الق... القرى وهي ظالمة سريعة لاحظ كل ما يقول هنا لا يسمح بأن يحكى مثل هذا الكلام عن يزيد عن ابن زياد عن عمر بن سعد وعن غيرهم من المجرمين من قتلة الحسين ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتحدث عن, عن هؤلاء ويتحدث عن ابن العلقبي وعن أصحابه وعما وقع عليهم يقول وقد هجاه بعض الشعراء فقال فيه يا فرقة الإسلام نوحوا واندبوا أسفا على ما حل بالمعتصم فعندما نندب الحسين آل الحسين أصحاب الحسين نندب الإسلام نندب كربلاء لا يقبل ابن تيمية والمنهج التيمي نكفر على هذا وبهذا ونقتل على هذا وبسبب هذا يا فرقة الإسلام نوحوا واندبوا أسفا على ما حل بالمستعصم دست الوزارة كان قبل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقمي أقول يعطي لنفسه كل المبررات والمشروعية لهجاء ابن العلقمي لهجاء ابن العلقمي وسبه ولعنه بينما يكفر كل من يهجو يزيد ويلعنه لقتله الإمام الحسين الصحابي خامس أهل الكساء سبط النبي المصطفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام يكمل الروزخوني ابن كثير علي بن محمد بن الحسين صدر الدين أبو الحسن ابن النيار شيخ الشيوخ ببغداد وكان أولا مؤدبا للإمام المستعصم فلما صارت الخلافة إليه بره من الدهور رفعه وعظمه وصارت له وجاهة عنده وانضمت اليه ازمه الامور ثم انه ذبح بدار الخلافه كما تذبح الشات على ايدي التتار نعم امه التيميه واتباعهم لا يليق بهم الا الامام المستعصم ابو الطرب والراقصات الله فاعل المنكرات فهنيئا لهم به ولا اعرف ما هذا الاستاذ وماذا كان يسمع وماذا يشرب واي مجالس يرتادها بحيث تتلمذ على يده الخليفه الامام المستعصم الطالب على سر مؤدبه الشيخ علي العابد الخباز كان له اصحاب واتباع ببغداد وله زاويه يزار فيها قتله التتار والقي على مزبله بباب زاويته ثلاثه ايام حتى اكلت الكلاب من لحمه ويقال انه اخبر بذلك عن نفسه في حال حياته ويقال انه اخبر بذلك عن نفسه في حال حياته. تذكير ابن كثير التيمي يدعي ان الشيخ الخباز يعلم الغيب يقول اخبر بذلك عن نفسه في حال حياته اذا يدعي ان هذا يعلم الغيب لو قال هذا الكلام احد الشيعه او الصوفيه او الجهميه فماذا سيخرج من افواه ابن كثير والتيميه من سموم ارهابيه قاتله تتهم الاخرين بالسحر وال... والكهانه والالحاد وتأليه الاشخاص بدعوى انهم يقولون ان فلانا يعلم الغيب وانه لا يعلم الغيب الا الله. وكم سفكتم من دماء يا دواعش القتل بسبب هذه الافتراءات على الناس الملك الناصر داود المعظم وأنه أودع الخليفة المستعصم في سنة 47 أي 647 هجري وديعة قيمتها مئة ألف دينار فجحدها الخليفة وتقدم أنه قال لذلك الشاعر الذي مدح الخليفة بقوله لو كنت في يوم السقيفة لاحظ يقول وتقدم إلى ذكر هذا الكلام سابقا ويعيد هذا الكلام يقول وقد تقدم أنه قال لذلك الشاعر الذي مدح الخليفة بقوله من الذي قال أي الناصر الملك الناصر وتقدم أنه قال لذلك الشاعر الذي مدح الخليفة بقوله لو كنت في يوم السقيفة حاضرا كنت المقدم والإمام الأورع يعني هذا شاعر مدح الخليفة بهذا البيت قال, قال للخليفة قال لو كنت في يوم السقيفة حاضرا كنت المقدم والإمام الأورع فأجابه من يقول كان الناصر هذا الناصر داود المعظم الأيوبي كان حاضرا فأجاب الشاعر فقال له الناصر داود أخطأت فقد كان جد أمير المؤمنين العباس لاحظ الآن مع الخليفة العباسي فجده العباس سلام الله على العباس ورضي الله عن العباس فقد كان جد أمير المؤمنين عباس حاضرا يوم السقيفة ولم يكن المقدم يعني كان حاضرا في يوم السقيفة ولم يقدم والجد أفضل من الخليفة فإذا أنت أخطأت يا أيها الشاعر يقول أخطأت فقد كان جد أمير المؤمنين العباس حاضرا يوم السقيفة ولم يكن المقدم وهو أفضل من أمير المؤمنين وإنما كان المقدم أبو بكر الصديق فقال الخليفة صدق وخلع عليه ونفى ذلك الشاعر وهو الوجيه الفزاري إلى مصر أقول من خيالات التيمية ولم يخبرنا ابن كثير سببنا في الشاعر لماذا نفاه ماذا فعل الشاعر حتى ينفى إذا كان قد أخطأ فلماذا ينفى إذا كان القول بما قال بذاك المعنى الذي أتى به بذلك البيت أو بتلك القصيدة فيه عقوبة فما هو النص على هذه العقوبة وما هو الدليل على هذه العقوبة إذا كان فيها عقوبة لكنه قد أخطأ وكان مخطئا في هذا فإذا كان مخطئا لماذا تقع عليه العقوبة ولماذا ينفى يقول ونفى ذلك الشاعر وهو الوجيه الفزاري إلى مصر أقول من خيالات التيمية ولم يخبرنا بن كثير سببنا في الشعر إلى مصر وهل يوجد موجب لذلك سواء كان الشاعر معتقدا بما قاله او كان مشتبها ولماذا يستغل المنهج التيمي جهل الناس بل ولماذا يسعى ويعمل بجد على جعل الناس في جهل دائم فهل من اجل تمشيه خزعبلاته واكاذيبه عليهم ومنها اكذوبته بزعم ان العباس كان حاضرا السقيفه ولم يقدم على ابي بكر علما أن العباس عليه السلام رضي الله عنه لم يكن حاضرا السقيفة أصلا فقد كان منشغلا مع أمير المؤمنين علي عليه السلام في تجهيز ودفن النبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكنها روزخونيات ابن كثير الخرافية يقول ثم دخلت سنة سبع وخمسين وستمئة استهلت هذه السنة وليس للمسلمين خليفة وسلطان دمشق وحلب الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز محمد بن أبي الظاهر غازي بن الناصر صلاح الدين وهو واقع بينه وبين هلاكة وبين المصريين وقد ملك المصريون أي وقد ملك المصريون نور الدين علي بن المعز أيبك التركماني التركماني ولقبوه بالمنصور لا يوجد عربي الخلفاء العباسيون والفاطميون وانتهى الأمر بعدها تسلط غير العرب علنا وبالمباشر وقبلها في زمن هؤلاء في زمن العباسيين وفي زمن الفاطميين لا هذا الخليفة يحكم ولا هذا الخليفة يحكم أيضا الحكم بيد الأعاجم بيد الأتراك وبيد الكرد وبيد الفرس وبيد التتار وغير هؤلاء لا يوجد خط عربي صافي نقي إلا خط أهل البيت سلام الله عليهم وانتهى الأمر وقد أرسل الملك الغاشم هولاكو خان إلى الملك الناصر صاحب دمشق يستدعيه إليه فأرسل إليه ولده العزيز هذا الملك الناصر صلاح الدين أرسل إلى هولاكو ولده العزيز فأرسل إليه ولده العزيز وهو صغير ومعه هدايا كثيرة وتحف فلم يحتفل به هولاكو خان بل غضب على أبيه إذ لم, يق... إذ لم يقبل إليه وأخذ ابنه وقال هلاك أنا أسير إلى بلاده بنفسي أقول خيانة عظمى وعمال قصوى وذل مخزي ومع ذلك ومع كل ذلك فإن هلاك غير راض عنهم فيريد المزيد نختم المورد بما قاله ابن كثير يقول واقبل هولاكو خان فقصد الشام بجنوده وعساكره وقد امتنعت عليه ميافارقين مده سنه ونصف فارسل اليها ولده اشموط فافتتحها قسرا فافتتحها قسرا وانزل ملكها الكامل ابن الشهاب غازي ابن العادل فارسله الى ابيه الى هولاكو وهو محاصر حلب فقتله بين يديه واستناب عليها على ما يا فارقين واستناب عليها بعض مماليك الأشراف وطيف برأس الكامل في البلاد وطيف برأس الكامل في البلاد ودخلوا برأسه إلى دمشق فنصب على باب الفراديس البراني ثم دفن بمجد الرأس داخل باب الفراديس الجواني فنظم ابو شامه في ذلك قصيده وما ادراك ما هو ابو شامه ومن هو ابو شامه فنظم ابو شامه في ذلك قصيده يذكر فيها فضله وجهاده وشبهه بالحسين في قتله مظلوما ودفن رأسه عند رأسه هذا أبو شامة هو رأس التيمية رأس التدليس رأس السموم التدليسية الإرهابية التكفيرية القاتلة لاحظ يشبه هذا الفاسق هذا الماجن بالحسين عليه السلام يكفر الشيعة على ما يفعلون من ذكر للحسين ومصيبة الحسين ومظلومية الحسين عليه الصلاة والسلام وهو يذكر مجون وفسق وفجور وانحراف المنحرفين المارقه ائمه الضلال الفسقه الفجره ويعتبر هؤلاء من الأئمة ومن الشهداء ومن المظلومين ويساو هؤلاء بالحسين عليه السلام لاحظ كيف يختم ابن تيمية المجلس بذكر الحسين عليه السلام ألم أقل لكم بأنها روزخونيات التيمية وينتهي المجلس بذكر الحسين عليه الصلاة والسلام يقول فنظم أبو شامة في ذلك قصيدة يذكر فيها فضله وجهاده وشبهه بالحسين في قتله مظلوما ودفن رأسه عند رأسه أقول وبهذا ينهي ابن كثير مجلسه بمصيبة الحسين عليه السلام على نهج الروزخونية والخطباء الشيعة الروافض فلماذا إذن تكفرون الشيعة الروافض ولماذا تستخفون بهم وتسخرون من تعظيمهم الشعائر الدينية وإحيائهم ذكرى مظلومية مصيبة الإمام الحسين وأهل بيته أهل بيت النبي المصطفى صلوات الله عليهم أجمعين وها انتم تملؤون كتبكم التاريخيه والرجاليه والروائيه بسير ومواقف ومصائب ائمتكم ورموزكم الما حتى المارقه والخوارج منهم وحتى الفاسقين وشاربي الخمور ومرتكبي الزنا واللواط والزنا بالمحرمات فتكثرون من مديحهم والرثاء عليهم ولعن اعدائهم وقاتليهم وتفعلون ذلك في مدارسكم وجامعاتكم وخطب جمعكم ومجالس وعظكم ومجالسكم الخاصة والعامة التي لا شغل لكم فيها ولا عمل غير التمجيد والتزويق لمارق فاسقين قتل مجرمين إرهابيين وتلعنون وتكفرون كل من خالفهم ويخالفهم وتبيحون دماءهم وأعراضهم وأموالهم وتأفكون وتأفكون كل الإفك وتغدرون كل الغدر وتتآمرون كل تآمر من أجل الإيقاع بهم وإرهابهم وتفجيرهم إنه انفصام الشخصية وخفة العقل وفقدانه ولنطلع على جانب عمالة إمامكم الكامل جدا والمقدس جدا وبلسان إمامكم التيمي الذهبي هذا الكامل الذي شبهه التيمية بالإمام الحسين ولنطلع على جانب عمالة إمامكم القتيل الشهيد الكامل جدا والمقدس جدا وبلسان إمامكم التيمي الذهبي في تاريخ الإسلام في الجزء الثامن والأربعين في صفحة خمسة وعشرين في المصدر الذي عندي قال تأمين هلاك صاحب ميا فارقين وتوجه الملك الكامل محمد بن شهاب الدين غازي صاحب ميا إلى خدمة هولاكو هذا عميل لهولاكو فأكرمه وأمنه وأعطاه فرمانا ورجع إلى بلاده أعطاه هولاكو كتاب وقرار تعيين وتنصيب للخلافة والإمامة والسلطنة والملوكية على ميا إنها خلافة هولاكية هولاكوية مغولية وإمامة هولاكية هولاكوية مغولية وهنيئة للتيمية يا أبا شامة ويا ابن كثير ويا ابن تيمية يا نواصب يا مارقة يا مدلسة إذا كانت مظلومية الكامل ومصيبته ومقتله كمظلومية الحسين عليه السلام ومصيبته ومقتله فلماذا إذن هولاك المغولي قاتل الكامل ملعون وفي النار بينما هلاك الأموي يزيد قاتل الحسين عليه السلام خليفة وأمير وأمير مؤمنين ومن الأمة والخلفاء الاثني عشر وولي أمر ومفترض طاعة ومغفور له وفي الجنة لماذا هلاك المغولي في النار وهلاك الأموي يزيد في الجنة هلاك المغولي قتل فاسقا قتل الكامل الفاسق الماجن وهلاك الأموي قتل الحسين سيد شباب أهل الجنة ابن النبي ابن بنت النبي الصحابي من أهل الكساء سلام الله عليهم أجمعين نفاق ما وراءه نفاق وأختموا روزخونياتهم بذكر مصيبة الإسلام والأديان والإنسانية والأخلاق والعقول بأبي شامه أبو شامه مصيبة المصائب وكارثة الكوارث وخرافة الخرافات وسندباد السندبادات الأبالسة تقف ساكنة صاغية بكل قواها تستمع وتقرأ ما يكتبه ويقوله أبو شامة فتتعلم منه وأنصح كل كتاب حكايات الأطفال الخرافية وكتاب الخيال الجهلي للعلمي وأنصح كل من أصابه الضجر وأراد وأراد أن يرفه عن نفسه فليقرأ ما كتبه أبو شامة كما أنصح الخطباء والباحثين وطلبة العلوم الدينية والمثقفين قراءة ما كتبه أبو شامة لتعرفوا حقيقة هؤلاء الأئمة الذين بسببهم سفكت أرواح ملايين الناس ولا زالت تسفك على أيدي أهل التكفير والإرهاب وقد ذكرنا لكم سابقا قنبلة التدليس النووي والغازات الكيميائية التدليسية لأبي شامة وتيمية التي سار مفعولها من بغداد إلى الشام وأذكر هنا مقتبس آخر مما قاله أبو شامة في مورد من آلاف الموارد أمثاله وأفحش منه تاريخ بغداد جزء 48 لاحظ الشاهد من نفس ال... من نفس الكتب التيمية من نفس أمة التيمية إذن في تاريخ بغداد في الجزء 48 في صفحة 23 الذهبي يقول سنة 54 و600 سنة 654 هجري ظهور النار بالمدينة أنا فقط اقتبس بعض ما ذكره هناك يقول ظهور النار بالمدينة من الذي يقول الذهبي؟ قال الذهبي قال أبو شامة الذهبي ينقل عادة عن أبي شامة هذا هذا الذهبي هذا المدلس هذا أبو شامة المدلس إمام التدليس نبي التدليس إله التدليس اقرأوا ماذا ي... كيف يوثقون أبا شامة قال أبو شامة يقول ذهبي قال أبو شامة جاء إلى دمشق جاء إلى دمشق كتب من المدينة بخروج نار عندهم في خامس جماد الآخرة وكتبت الكتب في خامس رجب لاحظ النار قالوا خرجت النار جاءت كتب من المدينة من المدينة المنورة تتحدث عن خروج نار عندهم في خامس جماد الاخره، لاحظ متى كتبت هذه الكتب؟ كتبت الكتب في خامس رجب اي بعد شهر من خروج النار يقول وكتبت الكتب في خامس رجب والنار بحالها بعد دون. والنار بحالها لا زالت النار موجوده لشهر ولاكثر من شهر والنار موجوده الان لحد ما كتبت الكتب اسمعوا من القنابل التدليسيه والبالونات والهمبلات والروزخونيات هنا. يقول: ووصلت الينا الكتب في شعبان فاخبرني من اثق به ممن شاهدها بالمدينه انه بلغه انه كتب بتيماء على ضوئها الكتب. التفت جيدا. يقول: ووصلت الينا الكتب في شعبان فاخبرني من اثق به والكلام لمن؟ لابي شامه فاخبرني من اثق به. ممن شاهدها هذا هذه هي وثاقه التيميه ومن يثق بهم ائمه التيميه فاخبرني من اثق به ممن شاهدها بالمدينه انه بلغه انه كتب بتيماء على ضوئها الكتب، انه كتب بتيماء على ضوئها الكتب صلوا على محمد وال محمد، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم صل على محمد وال محمد. التفت جيدا، التفت جيدا. بين تيماء والمدينه اكثر من 420 كيلو المسافه بينهما. يعني ما يقارب المسافه بين بغداد والبصره تقريبا. تقترب من المسافه بين بغداد والبصره. أو في مسافة أو تقترب من المسافة بين بغداد والموصل والنار أين؟ النار خرجت أين؟ في المدينة والضوء والإنارة أين وصلت؟ وصلت إلى تيماء إلى مسافة 420 كيلومتر وليست فقط إضاءة وإنما إضاءة كانت يكتب على ضوئها الكتب إذا هل كانوا يجلسون في الطرقات ويكتبون الكتب يجلسون في الساحات في الأماكن المفتوحة لاحظ الخرافة أين ستصل بنا يقول قال الذي يثق بها أبو شامة ماذا قال وكنا في بيوتنا بالمدينة تلك الليالي وكأن في دار كل واحد سراجا هذه نار خارقة تخرق وتخترق الجدران يقول وكان في كل دار وكان في دار كل واحد سراجا ولم يكن لها حر ولا لفح على عظمها انما كانت آيه انا طبعا الان هذه انقلوا هذه القضيه في تلك السنه في السنه 654 اعطوا هذا التاريخ الى التاريخ الميلادي وارجعوا الى المراصد ولا اهل الفلك وكما يسميه تيميه الى المنجمين واسألوا أهل العلم هل يوجد حادثة حصلت في المدينة أو حصلت على الأرض بهذه المواصفات نار لفترة أكثر من شهر وتدخل البيوت في كل بيت ويقرؤون على ما يوجد عندهم من ضوء وإنارة وضياء بسبب هذه النار وهذه النار لا تحرق الناس ولا الحيوان ولا النبات ولا الأوراق ولا الجماد يقول ولم يكن لها حر ولا لف على عظمها انما كانت ايه اقول ما هذه نار ابراهيم يا ابا شامه ولا زال المسلمون يعانون كثيرا في اقناع الناس بقضيه النار التي كانت بردا وسلاما على ابراهيم عليه السلام فكيف سنقنعهم بالنار الكبرى التي كانت بردا وسلاما على مئات الالاف من الناس والتي بقيت لاكثر من شهر، كيف سنقنعهم بنار التيمية الكبرى؟ حرقكم الله في هذه النار وبأضعاف هذه النار في سعير نار جهنم ان شاء الله، واذا فهمنا الايه التي حصلت مع ابراهيم عليه السلام وهو يستحقها فهو النبي الرسول الامام صلوات الله عليه وعلى اله وعلى خاتم الانبياء والرسل واله الصلاه والسلام فكيف نتصورها ونصدقها انها ايه نزلت على مئات الالاف من الناس اغلبهم لا يستحقها بل يستحق العقاب والعذاب قد ضحكت من جهلكم الامم يا تيميه وقال أبو شامة: وفي ليلة السادس عشر من جماد الآخرة خسف القمر أول الليل وكسفت الشمس في غده، قال أبو شامة أي قال الذهبي قال أبو شامة: وفي ليلة السادس عشر من جماد الآخرة خسف القمر أول الليل وكسفت الشمس في غده، واتضح بذلك ما صوره الشافعي من اجتماع الخسوف والكسوف واستبعده أهل النجامة واستبعده أهل النجامة أي أهل علم النجوم أهل الفلك الآن كما قلنا هم أهل الالتقاط فعندما أتى بهذه الخرافة لم يأتي هو حنبلي لم يأتي ويقول أحمد بن حنبل قال الآن تمسك بالشافعي في مورد آخر يطعن بالشافعي في مورد آخر يأخذ بن حنبلي في مورد آخر يرفض قول الحنبلي يقول ليس بمعصوم في مورد ثالث يأخذ بقول أبي حنيفة في مورد آخر يطعن بقول أبي حنيفة وهكذا اذن الذهبي هو الذي يرد عليه قلت اي الذهبي هذا الكلام فيه ما فيه وقوله كسفت الشمس في غده دعوى ما علمت احدا وافقه عليها ولا ورخها اي ولا ارخها ولا ورخها غيره لاحظ ويعلم الذهبي كما تحدث سابقا عن ابن تيميه وشك في اسلام وشكك في اسلام ابن تيميه واعتبر اتباع ابن تيميه وائمه ابن تيميه من الزنادقه لاحظ يعلم بان هؤلاء من افعالهم من قبائحهم يكفرون العلم يكفرون اهل العلم يكفرون الفلك واهل الفلك لاحظ هنا يدفع هذه الشبهه يقول واما حساب اهل الهيئه اهل الفلك اهل النجوم واما حساب اهل الهيئه لذلك عندما يحسبون هذه قضايا الخسوف والكسوف وحركه النجوم وتحديد الرؤيا والمواقع يقول واما حساب اهل الهيئه لذلك فشيء ما علمته يحرم ابدا. فشيء ما علمته يحرم ابدا هذا الذهبي يقول هذا امام التيميه يقول وهم يكفرون اهل الفلك يكفرون اهل النجوم يقول واما حساب اهل الهيئه لذلك فشيء ما علمته يحرم ابدا وهو عندهم حساب قطعي ومن نظر في مستندهم جزم به هل يقبل التمية بهذا؟ طبعا لا يقبلون هل قبلوا بقول أهل النجوم وأهل الفلك بأن الأرض كروية بأن الأرض ليست مسطحة لم يقبلوا بهذا هل قبلوا بقول أهل الفلك وأهل النجوم والعلماء والعلم والعقل بأن الأرض هي التي تدور حول الشمس لم يقبلوا بهذا وإنما كفروا من يقول بهذا وكفروا من يقول بكروية الأرض هذه هي التيميه وقتلوا من يقول بهذا، هذا هذا التيميه المنهج التيمي، هذا نفس الفعل في الكنيسه المسيحيه الصليبيه، اذا هذه الكنيسه التيميه هذا الكهنوت التيمي هو يشبه الكهنوت الصليبي الذي قتل العلماء قتل الفلاسفه قتل العقل، هذا ما يفعله التيميه. هم أهل التكفير والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأسألكم الدعاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد